شو الفرق بين غزال العادي وغزال النرى؟ غزال العادي راح يهرب منك، غزال النرى هو بيجي عندك. خلاص اعتادوا على البشر. بس احيانا يعضك. اكلتني. بوجع. الحمد لله عضة الغزال اجت بسيطة واغلبها على ملابس علي، لكن يجب على الزوار ان يكونوا حذرين جدا عند التعامل مع الغزلان لانها تسببت باصابة العديد منهم. الغزال. شعور غريب تكون قاعد حواليك كله غزلان. تعرفوا ان اليابانيين لما يعبروا عن شكرهم لشخص معين بيقوموا بالانحناء. وطبعا الغزلان عايشة مع اليابانيين فتعلمت منهم هاي العادة.